بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريم روعة لتفتيح المنطقة الحساسة، نتائجه جدا ممتازة ومجرب وناجح ومضمون 100%، ولكن يجب الاستمرار عليها على الأقل أسبوعين لمن لديهم اسمرار شديد بالمنطقة. طبعا هذا الكريم يدهن قبل كل وضوء، لهذا نتيجته سريعة من أول استخدام، تلاحظون الفرق. نحتاج في هذه الوصفة إلى كوب من عشبة البابونج، زهرة البابونج، نحتاج لكوب واحد، نغليها في كوبين من الماء، نتركها تنقع ليلة كاملة. بعد الغليان نتركها تنقع لليلة كاملة، نتحصل على هذا السائل، سائل البابونج. نصفيه ونأخذ منه نصف كوب من ماء البابونج، نضع عليه ملعقة من نشا الذرة وهو بارد، وعلى نار هادئة يتم التقليب جيدا حتى نتحصل على هذا الكريم. رائع جدا هذا الكريم لتفتيح المنطقة الحساسة وبين الفخذين، رائع جدا. لكن يجب أن نضيف عليه بعض الزيوت، وهي نأخذ ملعقة شاي من زيت الورد. إذا كان غير متوفر زيت الورد، يمكن إضافة زيت الياسمين. زيت الورد رائع جدا لتفتيح المنطقة الحساسة. ونضيف كذلك زيت ليمون، ملعقة شاي كذلك من زيت ليمون. إذا كان غير متوفر زيت ليمون، يمكن إضافة زيت جوز الهند لهذه الوصفة. إذا كان زيت الورد غير متوفر ولا زيت الليمون، يمكن استخدام فقط زيت جوز الهند، ولكن هذه الوصفة فعالة وناجحة بزيت الورد وزيت الليمون. نقوم بمزج هذا الكريم بهذا الشكل، يمزج جيدا هذا الكريم بهذا الشكل، رائحته رائعة جدا، وهو رائع جدا، نتائجه مضمونة، آمن وليست له أي أضرار. نخلط جيدا، مدة استخدامه حتى نفاذ الكمية بهذا الشكل، نتحصل على هذا الكريم الرائع جدا. طريقة استخدامه على منطقة نظيفة، أول شيء يجب تقشير المنطقة مرة بالأسبوع بسكر وزيت زيتون أو ملح وزيت زيتون. هذه الوصفة فقط للتقشير، السكر وزيت الزيتون أو الملح وزيت الزيتون يقومون بتقشير المنطقة فقط، ولكن مرة واحدة في الأسبوع فقط، لأن الإكثار من تقشير المنطقة يزيد من اسودادها. وبعدها نقوم بشطف المنطقة بماء دافئ تجفف، ونقوم بتطبيق هذا الكريم قبل كل وضوء، وبعدها طبعا عند الوضوء سيشطف. وكذلك نرتدي ملابس داخلية قطنية، والحرص على تنشيف المنطقة بعد كل وضوء. وكذلك يجب أن نقوم بترطيب المنطقة بزيت الورد أو زيت الليمون أو زيت جوز الهند. نستمر على هذه الوصفة من أول استعمال، ستلاحظون الفرق ونتائج هذه الوصفة سريعة وجدا ممتازة. أنصح بها العرائس لمن طلبوا مني كريم أو أي وصفة لتفتيح المنطقة وتوحيد اللون. هذه الوصفة تصلح للحوامل، يمكنكم استخدامها، آمنة وليست لها أي أعراض، تصلح للمرضعات وكذلك للبنات الغير متزوجات، يمكنكم استخدام هذه الوصفة لتفتيح المنطقة الحساسة وبين الفخذين، ويمكنكم كذلك استخدامها للركب، للأكواع، للإبط، صالحة لكل الأماكن الغامقة. احتفظوا بهذه الوصفة في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق، مدة صلاحيتها قلت حتى تنتهي الكمية، لأن الزيوت في هذه الوصفة تعمل كمادة حافظة لهذا الكريم.
بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.